دور تيار الاستقلال في التعليق على الدستور ولجنة الخمسين؟ لا، احنا منتظرين لجنة الدستور لجنة الخمسين ان تنهي اعمالها وان تعرض للمواطنين مشروع الدستور الاول حتى يمكن مناقشته مناقشة مجتمعية. اننا لن نكتفي بما تعرضه لجنة الخمسين، بل نطالبها بان تعرض ذلك على المجتمع المصري بشكل النقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، بل والعمد والمشايخ والقرى والنجوة، كل المصريين هذا دستورهم. وأنا بطالبهم بقول لهم احموا دستوركم، وعشان يحموا دستورهم لازم يناقشوا دستورهم ويعربوا عن أي ملاحظة ليهم أو أي طلب أو أي مطالب ليست فئوية، مطالب وطنية، بحيث أن الدستور معبر عن كل فئات وأطياف الشعب المصري. تعليقك على أدائها، أداء اللجنة. أداء اللجنة لن نستطيع إصدار حكم على هذه اللجنة إلا بعد أن تنتهي مسودة الدستور ومشروعها. هل استعد تيار الاستقلال للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ تيار الاستقلال هو الحصان الأسود للانتخابات البرلمانية القادمة. تيار الاستقلال بيعمل على أن يحصد أكبر عدد من مقاعد التيار المدني حتى يكون هناك تيارا مدنيا قويا يواجه اي محاوله لخلق الدوله المصريه كمصر. باي شكل سيتم المشاركه في الانتخابات؟ التنسيق مع كافه القوى السياسيه. نحن ننسق مع كافه القوى السياسيه، وباب تيار الاستقلال مفتوح لكل القوى السياسيه التي ترى نفسها جاده في الشارع وتستطيع ان تقنع اصوات الناخبين في ان تكون في صالحها. شكرا لك سيد.